أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤخذ من قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون أن القول عمل، لأن من قولهم لا إله إلا الله؟ العمل يكون عمل القلب وعمل الجوارح، والقول يكون أيضا قول اللسان وقول الجوارح مشترك. فالقول يكون باللسان ويكون بالقلب، والعمل يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. نعم.